الخلاصة لهذه الوحدة أو لهذا الفصل الرابع المتعلق بالركائز الأساسية للعملية التعليمية، كما يبين الشكل المعروض أمامنا، هناك دائرة في المحور فيها ركائز العملية التعليمية، وهذه الدائرة حولها 5 دوائر هي كما رأيناها بالشرح وبالتفصيل. أول دائرة هي المتعلم، ثاني دائرة هي المعلم، ثالث دائرة هي المنهج المدرسي، رابع دائرة هي الوسائل التعليمية، وأخيرا 5 دائرة هي الإدارة المدرسية. طيب، في العلوم التربوية المعاصرة هناك أمر لافت للنظر لابد أن نركز عليه هنا، وهو أن الكثير من البحوث تضع المتعلم في قلب هذه الدوائر جميعا، باعتبار المتعلم هو المحور وهو المركز. وهذا في واقع الأمر ما يميز العملية التربوية الحديثة عن العملية التربوية التقليدية أو القديمة، لأن العملية التربوية القديمة كانت تضع المعلم مركزا للعملية التعليمية. لماذا؟ لأنه هو مصدر المعرفة أو المعلومة الوحيد، ولذلك كانت تدور حوله العملية التعليمية. لكن في التغيرات التي طرأت في العصر الحاضر، وخاصة ما يسمى بالانفجار المعرفي الذي حملته التطورات التقنية في وسائل الاتصال، صار المعلم مساعد أكثر منه مصدر للمعرفة، لأن المعرفة صارت متاحة ومصادرها متعددة ومتنوعة، فلم تعد للمعرفة نفس القيمة التي كانت لها سابقا، أو بعبارة أكثر دقة، لم يعد للمعلم نفس الدور الذي كان له في السابق. فالمعلم كان مضطر في السابق إلى أن يكون هو المصدر الأساسي ويكاد يكون الوحيد للمعرفة، لكن اليوم أمام هذا التنوع في مصادر المعلومة ومصادر المعرفة أصبح للمعلم أدوار أخرى شديدة الأهمية، منها أن يكون مجرد مرافق ومساعد ومؤطر ومرشد، أي أن يكون مربي بالمعنى العام. لكن في عصرنا يصير المتعلم هو المحور للعملية التعليمية وهو مركزها، لأنه هو الهدف وسعادته هو الأكثر أهمية حتى من حصوله على المعلوم. نمو شخصيته أكثر أهمية من تحصيله للمعلومات وللمعارف. توازن شخصية المتعلم أكثر أهمية من حشو عقله بالمعلومات والمعارف. إذا لما نقول بأن التربية الحديثة والتربية المعاصرة تتميز بكونها غيرت محورها من مركزية المعلم إلى مركزية المتعلم، فمعنى ذلك أنها أيضا غيرت العملية التعليمية من مركزية الحقيقة أو مركزية المعرفة إلى مركزية شخصية المتعلم. فتلبية حاجات المتعلم النفسية والوجدانية والاجتماعية والعقلية وتوازن شخصيته، صارت هذه الأمور أهم بكثير من الحفاظ على المعلومة والحقيقة العلمية وتناقلها بشكل دقيق وبشكل نقي وبشكل صافي، والحرص على الاحتفاظ بها. لذلك نجد في التربية المعاصرة عدم تركيز مثلا على وسائل الحفظ والتلقين والاستحضار والحفظ عن ظهر قلب، لا، ذلك كان يناسب التربية القديمة لما كانت المعرفة ذات مصدر وحيد والمعرفة عزيزة جدا وليس لها مثل هذه الثورة وهذا التنوع. اليوم صار المتعلم حاجاته هي الأولوية، ميولاته هي الأولوية، حريته هي الأولوية، سعادته هي الأولوية،
وعلى المعلم أن يحترم كل ذلك إذا كان يريد أن يشتغل في إطار مفاهيم النظريات التربوية المعاصرة، وليس النظريات التربوية التقليدية التي عفى عليها الزمن وتجاوزها التاريخ. والمعلم الناجح اليوم هو المعلم الذي يفهم هذا التكامل وهذه المحورية للمتعلم، ولكن يفهم كذلك تكامل أدوار كل من المنهج المدرسي والوسائل التعليمية والإدارة المدرسية الناجحة في نجاح العملية التعليمية ككل.